السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الله يسعد مساكم. اليوم عندي رحله ان شاء الله من مطار ابو ظبي الى مطار انقره الى تركيا اسطنبول ان شاء الله. كنت بدي اصور لكم مطار ابو ظبي الجديد بس لسه ما افتتحوا. المسافرين عم يطلعوا من المطار القديم. اطلع رحلتي 5:30، باقي شيء 10 دقائق للركاب على الطياره لانه انا بطلع اخر شيء مشان الزحمه. بدت الرحله 5 ساعات اخواني. طبعا مرافق الرحله معي مثل العاده ماريا. اخذنا هون شويه درب نسلقها. ما شاء الله تبارك الله، هون عندها خضره وفواكه. طبعا اخواني انا هون بقريه بعيده عن مارسين 10 كيلومتر بالضبط. حبيت اخذ عائلتي سيران ونشوي اليوم. طبعا اليوم الجو رائع بجنن. اخذنا هون اخواني خوخ مرتب، واخذت هون دراء ما شاء الله فج ومبين هلا مقطفينه الجماعه. رجعت اخواني لعنده لقيت دين فرنجي، هذه الفواكه المفضله عندي، واخذت تفاح سكري طبعا الفريش ما شاء الله. هذا على الطريق نتسلى فيه على طريق انقره. ما شاء الله اخواني، في عندكم على طريق انقرة في عندكم كم جبل مناظر خيالية جدا. ما شاء الله تبارك الله اخواني، هلا بدي انزل على تركيا. فعلا احلى جو شهر 10، ما في شوب ولا في برد، تنزلوا بتنبسطوا بهذه الاجواء. للامانة صايرة تركيا شوي غالية بالوقود، بالمواد الغذائية، بتكاليف الأكل والشرب والمواصلات، كل شيء غليان.
الدولار اخواني اليوم ب 27.800. اخواني هذه القريه اسمها بوزانتي، طبعا انتم جايين من انقره، في عندكم هون مفرع على طريقي تقريبا شي 6 كيلومتر بس من طريق الاياب مش بالذهاب، بالاياب. فبتدخلوا بهذا المفرع انتم رايحين على هذه القريه اسمها بوزانتي. هي طبعا صايره قريه كبيره وبصراحه قريه ممتازه كثير كمنظر وجو، وفي كل شيء تحتاجوه داخل القريه هذه من مطاعم من محلات سوبر ماركت. واذا انتم داخلين علي بتحسوا اول دخلتكم كاني داخلين على قريه بالشيشان، لانه كل البيوت نفس اللون، يعني كل سقف البيوت لونه خمري. تحسوا حالكم داخلين على جورجيا او شيشان او داغستان. هلا حكمني ما شاء الله تبارك الله كله نزول نزول قاسي. عندهم هون اخواني جبال ما بعرف كيف بدي اوصف لكم اياها، والله اخواني بتحسوا حالكم بافغانستان باكستان، جبال عاليه كثير. نفس الجبل اللي طلعت عليه صورت لكم اياه بقريه اسمها ليمون سويا، ارتفاع 2480 متر عن سطح البحر. باقي لي لأنقرة 300 كيلومتر. يعني الدخنة عالية كتير كتير، وبنفس الوقت يعني خوفي تكون محروقة شيشة بترول أو 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 سيارة صهريج قالب أو شيء حادث قوي إخواني. ليك مثل ما قلت لكم إخواني هذا صهريج، صهريج ديزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهيب لهون، لا إله إلا الله. هذه أول دخولي إلى مدينة أنقرة. باقي لي إخواني 20 كيلومتر على موقع التلفريك. هاي البوابة طالع منظرها خيالي، عاملين على الطراز العثماني، لأنه كانت أنقرة إخواني هي البداية ل الدولة العثمانية، العاصمة الدولة العثمانية. شايفين هون اخواني على الابراج، يعني بصراحة انقرة حلوة، هي مناطق حلوة، بس تعشين هم مشاريع الاتراك، يعني وين ما تروحوا اخواني اي ولاية في مشاريع، مشاريع اسكان، مشاريع سياحية، فعم يعمروا شيء بالهبل يعني. اعطوني رايكم اخواني بالتعليق كيف جودة التصوير والصوت، بدي تعليقكم مشان ارتب امور جودة التصوير والصوت مشان استمر بالفيديوهات على الكاميرا اللي جايبها. طبعا اخواني انا جايب كاميرا سوني، راح اشرح لكم عليها بعدين، راح اعمل فيديو خاص بإحداث التصوير تاعيتي. جو اليوم بأنقرة خيالي خيالي، يعني لدرجة انه ممكن انتم تشتهوا تقعدوا هون يوم يومين سياحة، جو حلو رائع. الواحد دائما ينتبه هون
في أنقرة وخاصة في إسطنبول، لأنه إسطنبول زحمة كتير. هلا إخواني صار هون الزحمة المضبوطة، يعني زحمة كتير كتير. شايفين على منظر الشلالات هون؟ شيء رائع، شيء خيالي، ما شاء الله على صوت المي. طبعا اخواني للاسف التلفريك اليوم ما شغال، مسكر. اخذ وجهتي هلا مثل ما شايفين على المطار، بس بصراحه فيها محلات حلوه يا انقرة، اذا حدا حابب يروح يلف فيها فيها محلات حلوه. طبعا اخواني هي جامعه انقرة، مكتوب عليها جامعة أنقرة. انتوا رايحين على المطار قبل 17 كيلومتر. أنا كتير مع ال قبل ما تروحوا على المطار ب 17 كيلومتر هذه الجامعة. بس ما توقعت هيك مسكرين التلفريك. يعني صدقا والله أنا كنت حابب كتير صوره، لكن ما توقعت يكونوا مسكرينه. فيمكن عم يعملوا صيانة او عم يعملوا له تحديث او في مشكله ما بعرف. اخواني طبعا باقي لي 5 كيلومتر على مطار إسنبوغا، هذا هو طريق المطار. من هون طريق المطار ومن هون الى العاصمه انقره. حبيت صوركم اسم هذا المطعم، بدي اكل من عنده واحد سيخ كباب، لانه عندي طياره بعد ان شاء الله 3 ساعات، فبدي تقريبا ساعه على المطار مع ترتيب الحقائب، لازم اكون بالمطار قبل بساعتين. فاخذت من عنده واحد كباب اضنى، هذا هو. ما شاء الله هذا هو، اخذت واحد كباب اضنى. السلام عليكم ابي. عليكم السلام. ناصر حسين. ما شاء الله عنده هون اللحمة ممتازة. اي والله. طبعا هون في سلطة. اخواني سعر السيخ الواحد تقريبا يعني 3 يورو. هذا الكباب الأضنى، وفي عندكم شقف، عندكم هون شيش طاووق، في عنده سياخ لحم مع الباذنجان، يعني شيء رائع. هذا المطعم من الداخل، مطعم نظيف كثير اخواني. عندكم هنيك قاعده، طبعا بيعمل لكم الخبز سخن. هون الخبز سخن، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. شايفين اخواني هون الصفايح؟ لحم عجين. لحم عجين ها؟ لحم عجين. ما شاء الله. سوري؟ اسفيج. عندكم هون محل ما بيعمل خبز، خبز هون ممتاز. It's very good taste. وعنده اخواني هون بالقعدة طبعا، وبيحب يقعد هون او اللي بيحب يقعد جوا، بس هون طبعا القعدة احلى، هوايات هون يعني جو حلو. اخواني طبعا هذه الوجبة المشاركة هون مع ماريا. سلمي عليهم ماريا. قولي لهم كيفكم؟ ماريا رفيقة الدرب، اخذنا هون واحد كباب وواحد كفتة.
طبعا هذا خبز سخن، هون بندورة مع الفليفلة، هون صحن سلطة، وهذا المطعم اخواني.